خلفاء من كيوت نمشي في بنام أخوات ونوت نوت أمين أبناء الدسين إخواتي الحضرة غاليين، أهلا بيكم مرة تاني في الحلقة 11 من حلقات سلسلة تعليم اللغة القبطية. وأنا بعتذر عن التأخير الغير مبرر، وأنا كنت هقعد أقول إن الظروف اتغيرت وما شابه، ولكن إجمالا ده عذر أقبح من ذنب بصراحة أنا شخصيا ما أقبلهوش. ولكن أنا عارف إن أنتم قلبكم كبير وهتسامحوني. بناء على الاستطلاع اللي كنا قدمناه، كان في عندنا شوية آراء كده. في ناس قالت إن إحنا نبتدي نشوف كتب قديمة، مخطوطات، أستراكة. في ناس قالت إن إحنا محتاجين إن إحنا نقول الأجزاء الليتورجية باللحن علشان تثبت أكتر. في ناس قالت إن إحنا محتاجين نزود محادثات يومية، ولكن الكل أجمع بصراحة إنه في عيب في الصوت والإضاءة، فإحنا بنحاول نسعى جاهدين لتحقيق الأماني واحدة واحدة. تمام؟ هنبتدي على طول حلقتنا الحلقة 11، وإحنا كنا أخذنا المرة اللي فاتت البسملة والصلاة الربانية. أرجو إن إحنا نكون فاكرينها وحافظينها وما شابه ذلك من أمور. المرة دي إحنا هنبتدي على طول ناخد صلاة الشكر، ويمكن صلاة الشكر أنتوا حافظينها أحسن مني، لأن إحنا كلنا بنسمعها في العشيات، في الفطور باكر، في القداس، في الأكاليل، في الجنازات، في كل حاجة في حياتنا نبدأ جميع أمورنا بالشكر. وزي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن إحنا هنقول النص مرتين، المرة الأولى نقرأه بعينينا ونسمعه بودننا، المرة التانية ممكن نقفل الصوت ونبتدي نقول مع النص اللي قدامنا. صلاة الشكر احنا هنقسمها 4 سلايدات. ال3 سلايدات الأولانية دول بيتقالوا في الصلوات الليتورجية، كلنا حافظينهم وسامعينهم قبل كده. السلايد الرابع ده ما بيتقالش، ولكن احنا هنقراها نلاقيه سهل جدا. تمام؟ على ما اعتقد ان هو تمام. يلا بينا نجرب؟ يلا. شبهمت ان تطف امبريلب اثنانيب اووه النعيد اثنوتي افيوتن بنتشويس اووه بنوتي اووه بنسوتير ايسوس بي خريستوس جي اف ار اس كبازن ايبون اف ار فويتن ايرو اف ار ايرو اف شوبتن ايرو اف تي اسو ايرو اف تي توتين اف انتن شاء اهلي اطال اون وطال انت اوف اون مارن تيهو ايرو خبوس انت اف اره ايرو خمطال ايهو او اتقواب فال نمني ايهو اتيرو انت ابن ارخ خان هيريني نفين انجا بي باندوكراتور تشويس بنوتي. تمام؟ تعالوا نقرا المرة التانية. مارن شبه موت ان توتفن بريه بثمانيب او ووهن نعيد ثنوتي افيوتن بن تشويس او ووه بن نوتي او ووه بن سوتير ايسوس بي اخريستوس جي اف ار اس كبازن ايبون اف ار بويتن ايرون اف ار ايرون اف شوبتن ايرون اف تي اسو ايرون اف تي توتين اف انتن شاء اهلي اطاي اون وطاي انتوف اون مارن تيهو ايرف هوبوس انت في اره ايرون خمطاي ايهو او اتقواب فاي نمني ايهو او تيرو انت في الانخ خان هيريني نيفين انجا بي باندوكراتور بتشويس بنوتي. تعالوا مع بعض نشوف السلايد اللي بعده، وده برضه بنسمعه في صلواتنا الليتورجية. افنيب بتشويس بنوتي بي باندوكراتور افيوتن بن تشويس او ووه بن نوتي
اوطن سوتير يسوس بيا خريستوس تين شبه موت التوت كاتا هوب نيفين نمد هوب نيفين نم خم هوب نيفين جير اك اري اسكباز نيبون اك ار فويتن ايرون اك اري ايرون اك شوكتن ايروك اك تي اصو ايرون اك تي تو تين اك اندن شا اهري اطاي ونو طاي تاني افني تشويس افنوتي بيبا دوكراتور افيوتن بن تشويس او وطن نوتي او وطن سوتير يسوس بيا خريستوس تاني شبه موتن توتك كاتا هوب نيفين نمد هوب نيفين نم خن هوب نيفين جي اك اري اسكبازن ايبون اك ار فويتن ايرون اك اري ايرون اك شوتن ايروك اك تي اصو ايرون اك تي تو تين اك انتن شا اهلي اطال ومو طال كده الامور واضحة شويتين. الجزء الثالث وده برضه بنسمعه في صلواتنا الليتورجية تعالوا نقوله مع بعض. إذ فاي تنتيهو أو وو تنتومه أنتك مت أغاقص بي مايرومي ميس نعم أثرينجو كيبل أم باي كيهو أو ويب فاي نمي إيهو أوتيهو أم تيبن أونخ خان هليني نفين نمتك هوتي إثنوس نفين بيراسموس نفين أن أرجينيا نفين أن تيب ساطناس إف سوتشيني أن تيهان رومي إف هو إف تونف إف شوي أن تيهان غازي نيات هيب نمني إف أونه إفول أليتو إفول هارون نم إفول ها بكلاوس تيف نم إفول ها باي وإف فاي نيزي أسماني نمي ات امو في صهني امو قنان جي انتوك بي اتاكتي امبر شيشي نان ايهوني اجني هوف نمي اتشلي نمي جين تي بوم تيرز انتي بي غاجي نرى مرة تاني ات في فاي تنتيهو او وف تنتوه انتك مت اغاطس بي ماي رومي ميس نان اثرينو كيبل ان باي كي اهو او او فاي نمني اهو او تيرو ان تيبن اونخ خين هيريني نفين نمتك هوتي افتاموس نفين بيرازموس نفين ان ارجيليا نفين ان تيب ساطناس اف سوتشيني ان تيهان رومي اف هو او نمت طوف اف شوي ان تيهان غازي نيت هيب نمني اف او انه افو قليتو افول هارون نم افول ها بتلا اوستير نم افول ها باي مع اوال فاي نادي اسمانيف نمني ات الانوفري صاني امو اونان جي انتوك بي اتاكتي امبر شيشي نان ايهومي اجني هوف نمني اتشلي نم اجين تي بوم تيرز انتي في جاجي. وده الجزء الاخير في الصلوات الليتورجية اللي أبونا بيختمه بيقول نمجنتي بونتي ارسنتي بي جاجي. وبعد كده بنبتدي نخش في أنواع الناقوس أو لحن ستيس أمين أو ما شابه على حسب نوع الصلاة. هيتبقى السلايد الرابع عندنا، والسلايد الرابع ده خفيف وظريف ولطيف، ويمكن كنا اخذنا منه جزء كبير في الصلاه الربانيه. ده مش بنسمعه، انما لما هنقراه ونشوفه هنحس ان هو مش جديد على اعيننا ومش جديد على اذاننا. تعالوا بينا نشوف. أوه إمبرنتين إخون إبيرازموس الله مهمين إبو الهابي بتهو خامبي إهوت نمي مات شنهيت نمتي مات مايرومي إنتابك منو جانيس مشيري بن تشويس أوه بن نوتي أوه بن سوتير إيسوس بي أخريستوس
طاي إتي إبول هيتوت إربي أوو نامتي طايو نامتي أواهي نامتي بروس كنسيس إربريبي ناك نماب نام بنفع أواء الرفتاقو أووه إن أموؤوسيوس نماك تينو نام إن سيو نفين نام شا إنيه إن تاني إنيه تيرو أمين تاني أووه إن برين تاني إخون إبيراثموس الله رحمين إبو الحابي بتهقو خين بي إيهوت نام نمت شنهيت نام تيمت مايومي إن تيبك مونو بنيسن شيري بن تشويس أووه بن نوتي أووه بن سوتير إيسوس بي أخريستوس فاي إتي إبول هيتوت إري بي أوو نام بي طايو نام بي أماهي نام تي بروس كنسيس إري بري بي ناك نماف نام بنام مع القوات أم رفتانخو أووه إن أمو أوسيوس نماك تينو نام نسيو نفين نام شاعي آمين. وبكده نكون خلصنا جزء القراية اللي المفروض ان احنا نشتغله المرة دي، وهي كانت صلاة الشكر. تعالوا نشوف جزء الجرامر، وانا عارف ان الموضوع هيبتدي يطول معانا في الحلقات، ولكن خلونا نقول ان هنقسمها اجزاء. تمام؟ فاحنا النهاردة هنبتدي في ادوات او ضمائر الملكية. يعني ايه ضمائر الملكية؟ يعني بتاعتي او بتاعي او بتاعك او بتاعنا. تمام؟ فاحنا عندنا بنقسم ضمائر الملكية الى ثلاثة كاتيجوريز مهمين. الكاتيجوري الاولاني كاتيجوري لما يكون المتكلم هو المالك، والمتكلم ده حاجتين، انا او نحن. الكاتيجوري الثاني لما يكون المالك مخاطب، يعني انت انت انتم. الكاتيجوري الثالث لما يكون المالك غائب، يعني هو او هي او هم، يعني بالبلدي بتاعي بتاعك بتاعهم. تمام؟ احنا المرة دي هناخد حالة المالك المتكلم. والمالك المتكلم بينقسم الى اثنين سب كاتيجوري. السب كاتيجوري الاولاني انا، والسب كاتيجوري الثاني نحن. لو نفتكر لما كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في ادوات التعريف والتنكير، قلنا ان ادوات التعريف ممكن نختصرها في كلمة بسيطة اسمها كلمة بي تي مي. بي مفرد مذكر، تي مفرد مؤنث، مي للجمع بنوعين. تقريبا احنا هنتبع نفس الكونسبت، في ان لما يكون المالك انا هنبتدي نقسمها على حسب الشيء المملوك. ففي حالة ان يكون الشيء المملوك مفرد مذكر اقول طا طا، نبص عليها طا. زي مثلا لما اجي اقول ابي اقول طا يوت ابويا. يعني لو حابب ان انا اعرف سيدنا نيافة انبا مكاني هقول عليه بايوت ابا مكاني، ابويا الانبا مكاني. تمام؟ طيب في حالة ان يكون المالك انا، ولكن المملوك في هذه المرة هو مفرد مؤنث، هقول طا طا، نبص عليها نقول طا. زي مثلا لما اجي اقول كلمة طا ما، يعني امي، طا ما امي. تمام؟ طيب في حالة ان يكون المالك هو هو انا،
ولكن المملوك جمع. ساعتها هياخد كلمة نار، نار. زي مثلا لما اجي اقول نار سنيو، نار سنيو اللي هما اخواتي. ويمكن الموضوع ده ظهر كتير جدا في المزمور 151 لمعلمنا داود النبي لما كان بيقول أروك بيبي كوجي انخري خناو سنيو، انا الصغير في اخوتي. او ممكن قالوا خمر اي ان تي با يوت، والحدث في بيت ابي. مزمور تلته الاولاني في ادوات ملكيه لمالك انا والمملوك، حاجات مختلفه. علشان ما اطولش عليكم ممكن نبقى نرجع لهذا المزمور مره تاني، ولكن تعالوا نشوف لما يكون المالك نحن هنقسمها هيبقى شكلها ازاي. لما يكون المالك نحن هناخد نفس الادوات بتاعه التعريف ولكن بتحويل بسيط. فلما يكون المالك نحن والمملوك مفرد مذكر هتاخد اداه بين، بين، بين. زي ما خدنا المره اللي فاتت في الصلاه الربانيه لما قلنا جي بين يوت، يا أبانا بين. لما نيجي احنا ولاد شبرا الجنوبيه مثلا نعرف سيدنا ابن مكاري نقول بين يوت أبانا، بين يوت ابا مكاري. طب لما نيجي كلنا نعرف قداسه البابا نقول بين يوت، بين يوت بابا ابا تواضوس، أبونا بابا تواضوس. لما نيجي كلنا جنس المسيحيين نصلي أبانا الذي نقول بين يوت، يا أبانا الذي في السماوات. طيب لما يبقى المالك نحن زي ما احنا، بس المملوك وقتها مفرد مؤنث، وهنثبت الكلمات فهنقول تين ماض، تين ماض يعني أمنا، تين ماض. يبقى كانت أداة الملكية تين، وبعد كده بنحط المملوك اللي هو تين ماض. طيب متهيألي دلوقتي لو سألتكم وقلت لكم لو المالك نحن والمملوك جمع هتاخد ايه؟ تاني بقول لكم هتردوا عليا وتقولوا لي هتاخد نين، نين، نين. طيب لما هنيجي نركب عليها نفس الكلمه اللي احنا اخدناها هنقول نين سنيو، نين سنيو يعني اخواتنا. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، هنكتفي بهذا القدر هذه المره. على وعد بلقاء قريب ان احنا نكمل ضمائر الملكيه ونبتدي نشوف ما طلب في الاستطلاعات تباعا واحده واحده لحد ما الدنيا تمشي معانا. اشوفكم بخير المره الجايه. وقال خانة تشويس.